مصطفى لايف لتعليم القيادة، القيادة عالمنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. في هذا الفيديو بعلمكم شلون الطريقة الصحيحة لضبط المرايات. ضبط المرايات جدا 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 مهم. ليش؟ لأن هي الوسيلة والطريقة الوحيدة اللي تخليك تتحكم في مشاهدة ما يجري حول السيارة وانت قاعد تسوق. معكم مدرب تعليم القيادة مصطفى لايف من المملكة العربية السعودية. أثناء القيادة يجب على السائق أنه ينظر إلى المرايات تقريبا كل 10 ثواني نظرة سريعة. لا يبحلق النظر، لأن إطالة النظر في المرايات الجانبية تجعله بدون ما يشعر أن السيارة تحيد إلى اليمين أو إلى اليسار، خصوصا المبتدئين في القيادة. أيضا ضبط المرايات أحد الأشياء المهمة عند بداية تعلم القيادة وفي اختبار الرخصة، أنك أول ما تركب في مهارة اسمها ما قبل الانطلاق، من ضمنها هو ضبط المرايات. ضبط المرايات جدا جدا مهمة، هي عملية سهلة لكنها مهمة جدا مهمة. في ملاحظة مهمة، لما نجي نضبط المرايات الجانبية احنا ما نبغي نشوف سيارتنا، احنا بنشوف الطريق، نبي نشوف حول السيارة. لذلك طريقة ضبط المرايات الحين بوريكم، المرايات الجانبية هو انك تظهر 25% من جسم السيارة، اي بمعنى تظهر المقابض، وهذا يكفي طبعا. يعني وهناك نظريات اخرى، المختصين في السلامة المرورية يقولون انه خارج المدينة اي في الطرق نظهر 10%، يعني نطلع جزء بسيط من السيارة والباقي نخليه يعطينا المساحة الاكبر من الطريق. اولا نبدأ بضبط المراية الداخلية الوسط بحيث انها تظهر الزجاجة الخلفية كاملة، ثم نضبط المراية جهة السواق الخارجية الجانبية بحيث انها تظهر مقابض الابواب، والقصد منها هي ان تظهر 25% من جسم السيارة، اي تظهر مقابض الابواب. ثلاثة، ضبط المراية الجانبية جهة اليمين، نفس الشيء تظهر 25% من جسم السيارة، اي تظهر مقابض الابواب. 1 2 3. دمتم بود، اخوكم مصطفى لايف. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند أشياء حلوة، متجر زينة النسائي لمستلزمات السيارة، لا يفوتك. حياك، تعالي شوف ايش عندنا.